طيب انا مش هطول عليكم لان اعتقد ان معظم النقاط المهمه زمايلنا كمال وسامح اتكلموا فيها. انا اولا بعتذر برضو ان انا جيت متاخر، بس زي ما انتم عارفين الشرطه دلوقتي نزلت الشوارع تنظم المرور. فجيت في 4 ساعات من بيت ناصر الحمد لله. دي حاجة. تاني حاجة ان انا برضو انا سعيد زي كمال وزي سامح برؤية وجوه جديدة كتيرة النهاردة، لكن في نفس الوقت انا برضو سعيد ان انا بشوف وجوه انا قابلتها قبل كده، ووجوه اتكلمنا مع بعض وكان ساعتها الوجوه دي وجوه محبطة وشايفين ان الثورة انتهت. الكلام ده كان بعد انتهاء اعتصام 8 يوليو، وادينا اهو يعني احنا اتكلمنا في كلام كتير جدا اللي هو ساعتها، واعتقد كلامنا ده بيتحقق. ده بيتحقق مش عشان خاطر ان احنا بنعرف المستقبل او ان احنا مكشوف عننا الحجاب، لكن اللي بيحصل في الثوره المصريه ليه النماذج بتاعته وليه في نفس الوقت الاحداث الموازيه ليه والمشابهه ليه اللي حصلت في الثورات اللي قبل كده في 3 قرون يا جماعه. يعني الثوره المصريه مش مميزه عن بقيه الثورات اللي حصلت، حتى في غياب التكنولوجيا وحتى في غياب الانترنت نفس الاليات بتاعه العمل الشعبي تبقى هي. فبالتالي زي ما دايما بقول احنا قدامنا عدة سنوات من المعارك. السنوات دي ممكن تبقى 3، ممكن تبقى 4، ممكن تبقى 5، ممكن تبقى 6، انا نفسي مش عارف، لكن هتبقى ايام هيبقى فيها هزائم وانتصارات، هيبقى فيها كر وفر، في يوم هنبقى فيه فوق، في يوم هيبقى فيه الحركة كلها، في يوم واحد برضو ممكن تنزل تحت. لكن احنا برضو مش لازم نحبط، لان المعارك مستمرة ولسه قدامنا وقت كمان في المستقبل، بالإضافة طبعاً للأسباب اللي ذكرها زميلنا سامح حوالين ليه لازم نتفائل. أنا كنت واحد برضو من الناس اللي كانت في الميدان، اللي كنت برضو بطرح السؤال اللي هو فين العمال؟ يعني أنا ما كنتش مختلف عنكم في القصة دي أي حاجة. اليوم اللي بدأت فيه الانتفاضة في التحرير، أنا ساعتها يعني صباحاً أو على فترة الظهر أنا كنت موجود ساعتها في مؤتمر صحفي لطلاب الاتحاد طلاب الجامعه الالمانيه اللي بيعانوا دلوقتي من هجوم الاداره عليهم، تجسس الاداره عليهم، عدم الاعتراف باتحاد الطلبه بتاعهم، بيحصل تجسس على الايميلات، بعت خطابات لاولياء الامور، يعني هم بيتعرضوا لمشاكل كتيره جدا، ويا ريت محتاجين ان احنا نتضامن معاهم ونتابع قضيتهم. فانا كنت موجود في المؤتمر ده، وكان مؤتمر صحفي ونص الصحفيين اللي دعيناهم اصلا ما ظهروش. بعدين بدانا نتصل اكتشفنا ان الصحفيين دول اتقبض عليهم في التحرير. فاللي هو احنا بنكلمهم صحفي اون تي في مش عارف اتمسك واتضرب مش عارف ايه يا جماعه اللي بيحصل ده، الشرطه هجمت. فخلصنا المؤتمر وبعد كده يعني نزلت، ولما نزلت وبدات اللي هو يعني هشوف اللي بيحصل وطلعت كاميرا وبدات اصور، انا كان الانطباع الاول عندي ان دي احداث عامله زي 28 29 يونيو اللي فاتت، اللي شهدت برضو مواجهات مع الداخلية في نفس الحتة، واللي هي في الآخر فجرت اعتصام 8 يوليو اللي حصل بعدين. لكن طبعا مع على تاني يوم على طول أنا كنت بقول اللي أنا بشوفه في شارع محمد محمود ده بيفكرني بالمذبحة اللي حصلت في 29 يناير يوم بعد جمعة الغضب، في اللي هو اليوم اللي كنا بنحاول نسحب فيه على وزارة الداخلية، وكان فعلا مذابح اللي حصلت في اليوم ده. وانفجرت الانتفاضة كانت عفوية زي انتفاضة يناير برضو كانت عفوية، يعني الفكرة ان ماشي كان في ايفنت على الفيسبوك يوم 25 ان احنا ننزل، بس مش اللي هو الشعب المصري حضر عمل اتند وانفايت مشكورا ورجع، يعني القصة ما كانتش بالبساطة دي. انا واحد اتسألت صباح 25 يناير هي الثورة النهاردة؟ فقلت لا انا مش متوقع ثورة النهاردة، انا متوقع مظاهرات حاشدة النهاردة، بس خلينا نستنى ومفيش داعي ان احنا نرفع من توقعات الناس عشان ما نحبطهمش. طبعا على بالليل كان الوضع مختلف، يعني التحرير اكيد يعني دي بدايه، انا بتكلم بدايه ثوره صح؟ لكن برضو ما زالت عفويه. طيب انا كنت من الناس اللي كانت موجوده برضو في الميدان، وطبعا كل الناس اللي هنا عارفين توجهاتي عامله ازاي، وانا شايف اصلا ان الحل هيبقى في اضراب عام في الاخر. فطبعا كان طول الوقت على تويتر كان في ناس يا حسام ما تنزل العمال، يعني هم مستنيني يعني انا قافل عليهم ولا هم مستنيين ماني ميست كول، ولا انا بحوشهم عشان الحسد، يعني تظن لو انا اقدر انزل العمال مش هنزلهم ليه يعني؟ فين يا حسام العمال؟ ما تنزلوا العمال، مش عارفين ما تنزلوش العمال. يعني القصه يا ريتها بالبساطه دي، يعني الموضوع صعب. الطبقة العاملة من أصعب الطبقات اللي ممكن تنظمها بشكل عام، مش حاجة سهلة، القصة مش حاجة سهلة، وأي حد هنا وطبعا في زملاء
زي هيثم وزي كمال وزي غيرهم موجودين معانا اللي هم اكثر خبره مني انا بعتبرهم في النضال العماني، يقولوا لكم القصه مش سهله. سهل جدا ان انت كطالب هتقعد 4 سنين في الجامعه، اكبر مسؤوليات تكون موجوده عندك انك انت في الاخر عايز تعدي امتحان، ما خدتش موقعك الطبقي في المجتمع لسه، يعني انت مستني هتتخرج يا اما هتبقى من الناس اللي فوق يا اما هتبقى من الناس اللي تحت، انت لسه مش عارف. في حاله اغتراب سهل جدا على الطلبه ان هم يتحركوا ماشي، لكن بالنسبه للعامل اللي هو عنده اسره من 4 أو 5 وبيشتغل من 8 ل10 ساعات في اليوم ماشي، وفي مصانع كمان بتشتغل لساعات اطول من كده، يعني الاضراب بتاع سواقين اللي هو الشهر اللي فات كانوا بيشتغلوا اسبوع كامل وبياخدوا يوم اجازه، اسبوع كامل بعدين يوم اجازه، وكل ده على الطريق، وبعد كده نقعد نتساءل ليه بيحصل حوادث وتريلات بتلبس في بعض وحاجات بالشكل ده. صعب جدا على العامل تنظيمه، وانك انت تقول له سيب المصنع اللي هو اللي انت فيه وتعال اقعد في الميدان اسبوع ماشي. ميدان التحرير بالنسبه للعمال موجود في مصانعهم، ده رقم واحد. رقم اتنين ان الاتحاد العام للنقابات المستقله اللي ايد اعتصام التحرير وكان ليه خيمه وكان ليه يافطه، ده المفروض بيمثل نظريا 2 مليون عامل ماشي. بس طيب لو هو بيمثلهم، طب ليه ال2 مليون عامل دول ما ظهروش في ميدان التحرير؟ دي اسئله لازم نسالها لنفسينا. رقم واحد ان الاتحاد ده مازال عضو اخضر ماشي، يعني في نقابات تم تكوينها او تم تاسيسها كانت في معارك، كانت معارك وخاضوا معارك وكانت معارك مريره ومعارك داميه حرفيا، في ناس سقطت فيها. وفي نفس الوقت كان في نقابات تانية تم تاسيسها كانت اجراءات قانونيه وكانت سلسه خالص، كانت المعركه معركه قانونيه لا اكثر ولا اقل. حتى في النقابات اللي تم تاسيسها في خضم معارك، يعني ما هو مش كل اللي كانوا موجودين في النقابه كانوا بيحاربوا، زي برضو اللي هو مش كل اللي كانوا موجودين في التحرير كانوا بيحاربوا، كان في ناس جوه عند محمد محمود، كان في ناس في نص محمد محمود، كان في ناس اللي هو في الاخر، كان في ناس اللي في ميدان التحرير، وكان في ناس جوه في محمد محمود اصلا انا مش قادر حتى اخش يعني اشوفهم حتى بالماسك وكل حاجه. فسبحان الله يعني الناس دي اصلا مش عارفه تخش جوه ازاي يعني. ففي تباينات في الوعي حتى ما بين اعضاء النقابات دي، في تباينات في حده النضاليه ما بين النقابات اللي هي اللي موجوده دي. واخيرا النقابات مش هي الوسيله فقط اللي هي بتطيح بالنظام، النقابه في الاخر هدفها تحسين شروط الاستغلال اللي موجوده، بس مش الاطاحه بالاستغلال. النقابه دي مفتوحه للجميع، يعني انا شغال مثلا في شركه، انا مش اللي هو بعمل تنظيم ثوري هيضم فقط الناس اللي هي مقتنعه بافكار معينه، انا لما باجي اسس نقابه بتبقى النقابه دي لكل العاملين اللي هو الموجودين، انا بدافع عن حقوق كل العاملين اللي هم الموجودين بغض النظر عن ايه طياراتهم، الاسلامي اليساري المتدين العلماني الليبرالي، يعني كل الطيارات الموجوده لازم تبقى موجوده فيها، انت بتتعامل معاهم كانهم عمال. بتتفاوض مع صاحب العمل او بتخوض اعتصامات او بتخوض اضرابات ماشي، يا اما عشان التطهير الموجود في المؤسسه، سواء ازاله جميع صور الفساد اللي هي الموجوده في الشركه بتاعتك، زيادة بدل الغذاء، زيادة الأجور، بس احنا ما بنتكلمش هنا على الإطاحة بنظام أصلا العمل المأجور بشكل عام، احنا بنتكلم هنا فقط على تحسين الأجور، بدل ما أنت بيتم استغلالك مقابل 20 جنيه، يتم استغلالك مقابل 22 جنيه، بس في الآخر المنتج اللي بيحصل ده أو المنتج اللي بيتم إنتاجه أو الشركة دي أنت أصلا من حقك، احنا مع الإدارة الذاتية للمصانع في خطوة متقدمة قدام، لكن النقابات في الآخر هدفها تحسين شروط الاستغلال. ونفتكر برضه لما يقولوا لنا مصر مش زي تونس، هم معاهم حق، مصر فعلا مش زي تونس. كان في فرق شاسع بيننا وبين تونس في نقطة واحدة. إن إحنا عندنا هنا في مصر كان عندنا حاجة اسمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اللي تابع لحسين مجاور. وده ما كانش اتحاد عام. ده كان اتحاد للمباحث، ده كان اتحاد للبيروقراط، ده كان اتحاد للأفقين للنصابين، اتحاد لعملاء مباحث أمن الدولة. فأي حد هيجي برضه يتكلم النهاردة عن إصلاح الاتحاد ده يبقى واهم. ويبقى نصاب كمان يعني ايه، وكانوا من الناس اللي عبقت لمعركه الجمل. وفي نفس الوقت انتوا لما كان حسني مبارك بينزل بيزور اي منطقه اللي هو زمان ومش عارفين الناس اللي كانت بتطلع تقعد تشاور له دي، ما هي ما هم الاتحاد العام هو اصلا اللي طلعه. الاتوبيسات اللي كانت بتنقل الناخبين ما بين قوسين ما بين كل مراكز الاقتراع والتصويت في الانتخابات في 2005 وفي السنوات اللي فاتت عشان خاطر تزوير الانتخابات، دي كانت اتوبيسات الاتحاد العام، ودول كانوا عمال القطاع العام اللي كانوا بيدوهم اجازه اليوم ده وتشيرت و30 جنيه عشان خاطر ينزلوا يصوتوا.
في الاخر. فبالتالي اي حد هيتكلم على اصلاح الاتحاد ده، النقطه دي انا بالنسبه لي مش مطروحه تماما، ده يجب حله. تونس كان فيها اتحاد عام لكن في نفس الوقت كان شبه مستقل، ماشي، يعني القواعد او الكوادر القاعديه اللي فيه كانت مشتبكه فعلا في معارك حقيقيه، والشيوعيين التوانسه لعبوا دور مركزي في تاسيس العديد من النقابات اللي موجوده في تونس، زي مثلا نقابه المعلمين اللي كانت موجوده هناك، لكن القياده بتاعت الاتحاد كانت مستقطبه تماما وكانت مرتميه في حضن النظام. بس كان في ستراكشر، كان في هيكل اللي هو موجود، ده كان معناه ان لما حصل ضغط عنيف من الشارع اللي هو تحت على القيادات اللي هي اللي فوق دي وقالوا اضراب عام، فيحصل اضراب عام. لانه على الورقه والقلم عارف انا عندي 500 عامل مش عارف فين، هنا عندي 7000 مدرس موجود هنا، انا عندي الناس دي متنظمه اللي هي ببعض، فيقدروا يطلعوها الشارع في نفس الوقت، يقدروا يدوهم التعليمات مثلا بالاضراب ان احنا هنضرب مثلا بكره فيحصل. هنا في مصر احنا ما عندناش الهيكل ده، لا احنا عندنا الهيكل بتاع الاتحاد العام اللي هو المستقل ده ما زال ما غرس جذوره في المصانع وفي الشركات وفي مواقع العمل هنا في مصر. تاني حاجة مفيش برضو التنظيم الثوري او الحزب الثوري اللي ليه الكوادر بتاعته وليه التواجد بتاعه في كل مناطق العمل وفي الجامعات. يعني لما اجي اتكلم دلوقتي على مثلا غزل المحلة، غزل المحلة 27000 عامل، هل ال 27000 عامل دول الوعي بتاعهم واحد حتى وقت الثورة؟ لا طبعا، لا قبل الثورة ولا بعد الثورة ولا وقت الثورة هيبقى الوعي بتاعهم متجانس. بمعنى ايه؟ حصل مثلا عندي اضراب في 2007 وفي ديسمبر 2006، ماشي، هتلاقي ممكن قيادة الاضراب مثلا من 20 عامل هم اللي يكون عندهم رؤية سياسية واضحة مش فقط اقتصادية، عندهم ممكن خبرة، يمكن شاركوا في نضالات قبل كده، ممكن يكونوا على اتصال بنشطاء بأحزاب بره مثلا المصنع، ودول مثلا بيقودوا الاضراب. ممكن تبقى حواليهم دايرة مثلا من حوالي 200 عامل من 27000، انا لسه برضه ما زلت بتكلم، ال 200 دول ممكن يكونوا هم فعلا الرجاله اللي هم المكنه اللي بتدير الاضراب، هم دول الموجودين حوالين قياده الاضراب اللي هم القاده بيقولوا لهم طيب احنا اتفقنا على كذا، طيب انت هتروح مش عارف تعمل كذا، هتعمل كذا، هم دول الناس اللي فعلا بيديروا الاضراب على 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 مدار الساعه. ممكن يكون بعد كده حواليهم في 5000 عامل، ماشي، دول قرفانين تماما، قرفانين تماما من الوضع العام، ماشي، لو حد يمكن اداهم مدفع رشاش هيروح يضربه، فاهم يعني هيولعوا الدنيا، اوكي، بس بيدوروا على حل مش عارفين. واول ما بيحصل اضراب فهم بينضموا للاضراب، ماشي، بكل حماس. طيب في بقى بعد كده برضو بتلاقي 3000 عامل زي في اكتوبر 2007 في المصنع بيبعتوا خطاب لجمال مبارك، ماشي، وبيستنجدوا بيه وبيستغيثوا بيه ان هو يتدخل. هتلاقي كل نماذج الوعي موجوده هناك. طيب اثناء الاضراب وما بعد الاضراب هل الاعداد دي بتفضل زي ما هي؟ لا، ما بتفضلش زي ما هي. ممكن يكون ال 20 قائد بتوع الاضراب دول 10 منهم اتفضحوا وقت الاضراب، ماشي، ان هم حاولوا مثلا يفكوا الاضراب في النص ويروحوا يتفاوضوا مع المباحث، هيفقدوا المصداقيه بتاعتهم. ممكن ال 200 اللي كانوا حواليهم دول يكبروا ويبقوا 400، ماشي، ومنهم ناس تبقى كمان في قيادات الاضراب. ممكن ال 5000 اللي هم كانوا قرفانين ومش عارفين اللي هم يعملوا ايه، ممكن 1000 منهم ينضموا لفوق والباقي مثلا يفضل زي ما هو. الوعي نفسه بيتغير. نفتكر كلنا اضراب طنطا للكتان، وده من الاضرابات اللي بدات قبل الثوره المصريه، واللي هو الناس كانت بتيجي تتريق عليهم بيقولوا لهم هم ليه العمال بيرفعوا صور مبارك، ماشي، في الاعتصامات وفي الاضرابات والكلام ده كله. طيب دي واحده بالظبط. اضراب طنطا للكتان اول ما بدا، وده نموذج صارخ يعني على ازاي وعي العمال بيتطور، كانوا في الاول رافعين صور مبارك، كانوا رافعين في الاول صور عيش عبد الهادي وحسين مجاور، ده في البدايه، ماشي، وبيستغيثوا بيهم وبيناشدوا ان هم يتدخلوا. بعديها بشهرين، ماشي، انا مصورهم وهم بيدوسوا على اليوفط بتاع حسين مجاور وعيش عبد الهادي بعد ما قعدوا شهرين في المصنع ومحدش عبرهم، ماشي. بعديها بشهر خلاص كانوا عند مجلس الوزراء في حسين حجازي واعتصموا هناك، ماشي، لفتره طويله جدا، واشتبكوا مع الامن المركزي وحصلت فيها اشتباكات والكلام ده كله. الاشتباكات دي كلها واللي بيحصل، ماشي، بعديها بشهرين كانوا معانا في التحرير خلاص، وبتلاقي بعد كده القاده منهم اللي هم بداوا النضال بتاعهم حوالين حاجات مطلبيه تماما وحاجات اقتصاديه، بتلاقيهم بيظهروا في مظاهرات لتأييد القضيه الفلسطينيه، مظاهرات لتأييد علي عبد الفتاح او صحفيين تم حبسهم او تم تهديدهم. انا بشوف ناس منهم كانت موجوده، وناس منهم جايه بتتكلم معايا، وناس منهم طلبت مني بيانات تضامن مثلا مع علي عبد الفتاح عشان يوزعوها في المصنع بتاعهم.
طب الوعي السياسي بتاعهم تطور ماشي، لكن احنا لازم نصبر اللي هو عليهم في الاخر. طيب لما يجي بقى الوعي السياسي بتاعهم يتطور ويوصل للمرحلة اللي احنا بنتكلم فيها دي، ما هو برضو مش هيبقى كل المصنع، برضو هتبقى مجموعات بينهم. احنا اللي بنحاول نبنيه في الاشتراكيين الثوريين ان اكثر المجموعات نضالية في الشركات في الجامعات في المصانع في الاحياء، ان دول لازم يتشبكوا في شبكة، فبحيث التحرير يا جماعة يتحرك يبقى فيه اعتصام، يبقى اضراب نقل عام تأييدا ليه ماشي، ان المترو ومترو الانفاق لو هيضربوا يبقى يحصل تضامن في القطاعات التانية. القطاعات اللي بتضرب اوريدي اللي هي دلوقتي احنا عندنا 7-8 قطاعات فيها اضرابات، طب ما نحاول نبدأ ننسق اللي هو بينهم. اعتقد ان احنا قدامنا سلاحين في الموضوع ده، هو سلاح النقابات وسلاح التنظيم، مش يعني ما فيش سلاح منهم هينفع نستبدله بالتاني. واخر نقطة بس هقولها وحاني واسف على الاطالة، يعني احنا ما فيش اي دولة في العالم بتحكم بالعصاية بس، هي دايما بيحكم بالعصاية وبالجزر ماشي. يعني في قوات امن مركزي، في شرطة عسكرية، في مخابرات، في تحريات عسكرية، وكل الاجهزة الامنية، واللي احنا كمان الاجهزة الامنية اللي سمعنا عنها كمان بعد الثورة ما كناش نعرف انها موجودة كمان قبل الثورة، دي كلها العصاية، بس برضو في جزر ماشي، وفي جزرة، الجزرة دي ممكن تكون مكافآت ماشي بيتم احتواء بيها القوى السياسية، او ممكن تبقى دعاية وغسيل مخ زي اللي شغال في ماسبيرو. الثورة محتاجة جهاز اعلامي، الثورة محتاجة ماسبيرو بتاعها برضو، زي ما هم عندهم ماسبيرو احنا لازم برضو يبقى عندنا ماسبيرو، بس مش ماسبيرو يطلق اخاذيب، مش ماسبيرو يشوه الثوار، مش ماسبيرو حتى يعني بيدي للناس صورة مغايرة تماما للواقع عشان خاطر نفرحه ونقول لهم مثلا ان الثورة مستمرة. الثوار محتاجين جهاز اعلامي للأسف، ويعني وما بقاش عندنا اي نوع من انواع الاوهام ان اي جريدة هيتم انشائها دلوقتي بشكل تجاري ممكن تمثل صوت الثورة، اي جريدة هيملكها رجل اعمال في الاخر ماشي، وده مش عشان خاطر رجل اعمال ده رجل سيء او رجل امور او رجل وحش او رجل اي حاجة من الكلام ده، هو في الاخر رجل عنده مصالح ماشي، هتيجي هتقول له انت هتتكلم عن الموضوع ده هنقفل لك الجورنان، يعني هنخسرك كام مليون. الاعلام اللي بتكلم عليه الاعلام البديل ده احنا ممكن نخلقه بايدينا، كل واحد منكم معاه موبايل ماشي، ارجوكم لما تنزلوا اي مظاهره الناس كلها لازم تصور، الناس كلها لازم تصور، وهرجع واكرر تاني الناس كلها لازم تصور، ما تعتمدوش ان فلان الفلاني المصور المحترف هينزل هيصور او المدون الفلاني هينزل هيفعل لنا على الفيديوهات، فاهم اللي هو في اخر الليله. طب افرض يا اخي المدون ده مات، عربيته عطلت وهو راح المظاهره يا سيدي، يعني ايه ما يبقاش في صور بعد كده؟ ف يعني وجود الصور او وجود الفيجوالز هو دي اهم واسرع طريقه ان احنا نقدر ننقل بيها الاحداث للناس اللي هي ما بتشوفهاش، دي افضل طريقه نقدر نستخدمها من اجل دحض الدعايات اللي هي اللي قدامنا، وفي نفس الوقت واخيرا دي افضل طريقه لنشر الدومينو افكت، يعني اللي هو تاثير الدومينو. احنا شفنا الثورة التونسية على التلفزيون مباشرة لايف وعلى الانترنت وعلى الجزيرة، ده شجع الناس هنا، عرف الناس اللي هنا في مصر بتفكر في الثورة انهم مش مجانين، لا ده بيحصل وبيحصل يا دوبك على بعد كام كيلو اللي هو منهم. لما في قطاع معين من العمال، يعني مثلا كل الاضرابات اللي بتحصل في مصر من ديسمبر 2006 لحد النهارده، كل ما كنت بتكلم مع عامل في 2007 ده بيقول لي احنا سمعنا عن المحلة اتحركت، شفنا المحلة على التلفزيون بتحرك فقررنا احنا نتحرك. تسجيلنا للأحداث بصوت وصورة أنا شايف إن ده واجب مقدس، وده هيساهم برضه في تطوير الحركة قدام. وأسف على الإطالة، وممكن نفتح الباب.